بسم الله الرحمن الرحيم. فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ
ففزع من في السماوات ومن في الأرض كنتم تعملون
ہاتھ کھڑے کر کے بھائی داد دیں سبحان اللہ ہاتھ کو بلند کر کے داد دیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا دور سے سفر کر کے آئے ہیں مہمان راضی تو رحمان بھی راضی انشاءاللہ ہاتھوں کو بلند کر کے زور سے سبحان اللہ پڑھیں انشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضل فقل إنما من المنذرين فمن اهتدى فإنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما ما شاء الله تبارك الله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الله ومن إنما أنا من المنذرين ما شاء الله ما شاء الله وقل الحمد لله Thank you.
بارك الله في سودك، بارك الله في عمرك، احسنت يا شيخ ما شاء الله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وربك بغافل عما